ماضي ساعتين ودرجين على اي اف ام. اهلا وسهلا فيكم وبيكم في البرمجه الخاصه. سي نور الدين البحيري نختم معك الحوار مباشره. قلنا انت قمت بالتحدي فلبيك، قلت لن ولم اضع يدي على القضاء. كلتم كان رئيسة الجمعيه. انا قصيت على كلام بكري، خليني نجاوب على طارق وبعد تفضل. تفضل وبسرعه ارجوك لانه تجاوزنا الوقت. وذاك انا نعاود نقول مره اخرى، ما لازمش نغطيو عين الشمس بالغربال. واضحه السرديه. وما ثم حتى مبرر للي حصل يوم 25 جويلية. سميناه انقلاب، سميناه خرق لاحكام فصل 80، سميناه مساس من قيام النظام الجمهوري المبني على اساس معناها استقلالية السلطات عن بعضها، معناها البعض والتفريق بين السلطات. سميناه دعوة لعودة الحياة الدستورية. هذا الكل خرق واضح للدستور، تعدي على العقد المشترك بين التونسيين والتونسيات. يلزمنا ما نغطيوش الحقيقة، نقولوها بوضوح وندعو في نفس الوقت إلى التفكير مع بعضنا البعض في حل هذا. بعد ما فشلتوا في تحريك الشارع ساج خلينا نكمل، ما عندش حتى علاقة بالشارع. لا لا ما نكمل الأولى والثانية تو أنت وكأنك واخو موقف. لا يا سي نور الدين خلينا نكمل، لو تسمح خلينا نكمل. أنت أقسمت وتحديت. خلينا نكمل عاد، فجأة التحدي. كمل جملتي عاد ميزاج. كملتها خمس مرات. كمل جملتي. كمل جملتي سي نور الدين. كمل جملتي. قلتها انقلاب. كمل جملتي. لازم نلقاو حل. كمل جملتي. هات نقدموا. كمل جملتي يا سي نور الدين. هذا ما يمنعناش وان الناس الكل نحطوا مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، نحميوا بلادنا من مزالق العنف ومزالق انهيار معناها النظام السياسي ومزالق انهيار الصحة وانهيار التعليم وانهيار المنهارة. وندعو الى انه الناس كلها تفكر تو انقلاب، ما عادش في نقاش. هذا انقلاب سميناه ما سميناه، ولكن الحل الان نحو حل هذا الاشكال والعودة للحياة معنى حياة الدستورية والحياة الشرعية في أقرب وقت. وأولها بفتح مجلس نواب الشعب ورفع 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 القيود اللي وضعها عسكرية لنشاطه. به أقسمت أنك لم تضع يدك على القضاء التونسي. كلثوم كنو ومن دراك ما كلثوم كنو من بن علي لليوم، مش من البارح ولت البارح رئيس جمعية القضاة واللي حاربت وناضت كانت قاضية. واش قالت القاضية؟ كانت هوني في اي اف ام اكدت انك انت نور الدين البحيري تدخلت واجبرت القاضية اللي كانت باش تحكم في قضية سامي الفهري بالانسحاب من القضية وبدلتها ليلة النطق بالحكم. الحمد لله نجاوبك سيدي. صار الحمد لله انه تدخلي في القضاء طوال اكثر من عام وانا وزير عدل فيها الحكاية هذه. لا قالوا دخلت في قضايا نتاع فساد ولا دخلت ضد ناس. مثال هذا لا ما قالش مثال، قلت لك انت واحد. وثانيا والله نتحداه ونتحدى اي واحد يقدم لي اقل دليل، ربع دليل، ربع حجه، ربع قرينه. ما كتبش معناها قرينه سي مبروك، ربع قرينه على انه القاضي هذه اللي تحكي عليها انا مارست عليها ضغط باي شكل. لا سمحات. يا سي نور الدين لا يا سي نور الدين يا سي نور الدين يا اللي بتهمني بجريمة انت. خلنا دافع روح سيدي الكريم، خلنا دافع روح. هاك جاوبت. خليني دافع روح يا سيدي الكريم، خلنا دافع روح. خليت المساحة الكافية. خليني دافع روح. خليني دافع روحي. انا كنت نتوقع باش يقولوا راهو دخل فلان الحبس وراهو قال القاضي فلاني هذاك حاج بيه، وكنت نتوقع باش يقولوا حكم على واحد. فما الكلام حكم على واحد بنادم يا تفضل عاد. وذاك لنختم الكلام هذايا، اسمعني الكلام هذايا سي نور الدين واضح. واللي يعرفوه القضاة من خلال المكاسب اللي تحققت خلال الفترة اللي كنت فيها وزير عدل، سواء كان على المستوى المادي أو على المستوى قلنا لك راهو حد لا قاعد يصدق في الكلام. اسمعني ساج صدقني صدقني خليني أو على المستوى من الترقية الآلية أو على مستوى حماية استقلال القضاء أو على مستوى إنجاز سفيان بن حميدة سيختم من فضلك. الكل يشهد الشهادة هذه تدل كوني أنا فعلا نور الدين البحيري لنختم فيما يخص المستقبل. أي تحرك للنهضة، أي مستقبل لراشد الغنوشي، وأي مصير للحركة في المستقبل. إن أنت كل المشكل هو ما لقيت فيه نهار انت توصفته معناها صحافي يقول واحد يقول لقيت فيك نهار. وكنت صريح معك انت عندك لك نهار في تونس لانك 10 سنين ما خليش صحفيين يحكيوا معك. لنختم ارجوك بالمستقبل اليوم عدو الصحفيين انا معاك خلص الصحفيين السردية بتاعك في القضاء قول كلمة بركة. في القضاء قول كلمة بركة أنك أنت نحيت قاضي لأنه في مكان عام شرب كعبة بيرة وناقف غادي.
الواحد يسأل عليك عندي سؤال يا خدم بالله سمح سمح عندي سؤال عندي سؤال زني بجرب مثال زني برك هي واحدة يا ولاد راهو قرار في القضاة يا لا 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 راه تخذت التفقدية وين مضيت فيه وما هي الحكاية هذه المنامة نتاع واحدة خاطر تضرب كبابير في الشارع سامني سامني اللي يجيبون بالله سمح بالله سمح بالله سمح بالله سمح بالله سمح بالله سمح سفيان اليوم نحكيو اليوم نحكيو تيزي عليك من التشويش اليوم نحكيو تو تهربوا فينا من الانقلاب نحكيو واحد شرب دبو سبيرة هذا موضوع تونس اليوم نحكيو بعد 25 يوم الانقلاب والمش انقلاب ماهوش خلق الفاز 80 ماهوش خلق الفاز 80 انتهى الحوار انتهى الحوار خلق الفاز 80 ولا انتهى الحوار انتهى الحوار ارجوكم شكرا تخيل برمجة خاصة مع وائل توكيبري على اي اف ام احلى راديو ونستقبل باقي ضيوفنا النائبين في البرلمان المجمد سيد مبروك كرشيد اهلا وسهلا بك سي حاتم المليكي كذلك اهلا وسهلا تحية لكل المستمعين تاع اي اف ام مرحبا بكم ردود افعال بعد اللي تقال الاستاذ مبروك كرشيد رئيس حركة الرأي الوطني كان نزعت من نفسك لا ما نزعتش اما صفة النائب نعرف هيك هو ما عادش نائب لا انا مازلت نائب مجمد حاليا اما الصفة الاصلية الاستاذ مبروك كرشيد محامي و رئيس حركة الرأي الوطني تحت تأسيس سي مبروك كرشيد البداية معك مرحبا أي ردة فعل على اللي تقال توا مع نور الدين البحيري احنا في البيان اللي عملته حركة الرأي الوطنية منذ اليوم الأول يعني لوفانسيس شو نقوله قلنا اللي العملية هي عملية سياسية وهذا النقاش حول الفصل 80 ما عنده حتى قيمة وما عنده حتى جدوى أولا هذا رئيس جمهورية من واجبه من ضميره من دوره أنه يقف إلى جانب الشعب ويصطف مع الشعب عند وجود ما يهدد كيان الدولة والناس الكل متفق على أنه فما تهديد لكيان الدولة أولا فما 20,000 تونسي ماتوا ضحية الكوفيد 100,000 تونس هي الأولى عالميا في تفشي الوباء أيضا هناك يعني وضعية اقتصادية وانا عملت تصريح قبلها باربع ولا خمس ايام فيديو ممكن راكم طلعتوا عليه شفتوه قلت الاجور مش باش تخلص والان اليوم احنا اليوم 28 ولا 28 مازال كثير من الاجور الى الان لم يقع خلاص واحنا مطالبين ب 4500 مليار الى 5000 مليار ما بين شهري جويلي وأوت رغم معناها فما فيها خلاص القروضات اللي بالضمان امريكي وخلاص الاجور والفي المشكله ستكون اكبر في شهر اوت واحنا ما زلنا نتعاركوا نقاشات وحديث كذا بالتالي فما خطر مش داهم فما خطر حقيقي بين الذي لا يراه لا يرى بالتالي انا نقول انا رئيس الجمهوريه سجاب نتحدث على الفصل 80 70 هذا ما يعنينيش انا لانه رئيس الجمهوريه هو سياسي وانا ما نعتبرش فما رئيس جمهورية ينقلب على ذاته لانه رئيس الجمهورية هو راس السلطة التنفيذية بالتالي وانا نستغرب حتى توا بنعطي بشوية منطق وقت اللي عبد الفتاح السيسي انقلب معناها خذ السلطة في مصر بناء على تحركات 30 جوان على محمد مرسي قالوا رئيس الشرعية هي محمد مرسي لانه رئيس لانه رئيس مصر وهذا انقلب عليه وقت اللي قيس سعيد اللي هو رئيس تونس منتخب جاش معناها خذا قرار قالوا انقلب على أدنى منه شوف الانقلاب يكون على الأعلى مش على الأدنى الانقلاب أنا نفهمه ونعرفه قريناه في الأدب السياسي السفيان ولا تعرفوه نعرفوه بيه احنا كي تحبوا تحدثوا عن الانقلاب اسألونا توجوكم هذا مش انقلاب وانا عطيكم كونفيرماسيون هذا يا سيدي ليس انقلاب حاولت وما فشلت كيفاش لا لا قراوه يا قراوه يا قراوه احنا في الحرب السياسيه تراث التراث هذا ايش حبيت نعمل اشاره سفيان وحبيت نجبده معايا لانه زاد عنده قريب لها الامور هذه زاد عنده برشا جماعه اصحابه عملوا انقلابات في التاريخ صحيح ولا ايوه اذا هذا مش انقلاب القي الغياب يكون من الادنى على الاعلى هذا الاعلى ما نجمش انقلب على الادنى بالتالي ربي يحترم عقول الناس انا نقول توا ماهيش فرصه للنقاش التمحك القانوني البلاد في وضعيه احنا في كارفور تونجي بين علاش في كارفور احنا الان في مفترق طريق ويجب ان ناخذ السبيل الاقوم لتونس
الذي لا يعيد التجربة التي وقعت يوم 14 عام. انت قاطعت عمل المجلس، قاطعت مكتب المجلس كذلك، استقلت منه، استقلت منه بربي تونا رجعونها، انا استقلت منه والرسالة موجودة. حفظا المقامات نعيد بث المعلومة ذي مهمة برشا، فما برشا ناس راهو قبل ما يتم تجميد هالمجلس عملت لوجيست كيلفو وطلبت من الغنوشي في رسالة استقالتي أن يستقيل ويجنب البلاد، هي موجودة، ويجنب البلاد الكوارث التي ستقع. هذه رسالة موجودة وطوى نرجع لها ونقرأها ونقول لك اللي أنا كان اعتقادي اللي العملية انتهت. حاتم المليكي، مش انقلاب، تدعمون رئيس الجمهورية وتنتظرون خريطة الطريق. ما هوش انقلاب، هذا واضح ويظهر لي حتى كي نقولوا طول. اسمع بكري في ممثل حركة النهضة يحكي على انقلاب، باهي ذكر تحب تحكي على انقلاب عطينا الاسويت. كي توصف حاجة انقلاب معناها يا اما مش تحرك جيش، يا اما مش تسحب ثقة من رئيس الجمهورية، مش نحيا الجمهورية معناها. هذا هذا واش معناها الاسويت نتاع انقلاب؟ انا اعتبر زي انقلب، باهي ذكر هي عطيني معناها انت ناوي اليوم مش تدخل داخل البلاد في مواجهة، يا ما باش تجيب ميليشيا، يا باش تجيب قادرة جمالة. حركة النهضة على هذا اليوم مش قادرة، مش قادرة. لازم حركة النهضة تتحمل مسؤولياتها. ما كنت حاب توصفه انت انقلاب، تحب ترجع الوضع ما قبل الانقلاب، باش تنحي رئيس الجمهورية. اخرج في الاعلام قول انا راني نعتبره انقلاب ولهذا قررت باش نحرك الجيوش، باش نحرك الميليشيات، باش نستنجد بدولة اخرى، باش نعمل حاجة اخرى، ومش نحي رئيس الجمهورية. اما تبقاش يدلي في التوصيف نتاع انقلاب انقلاب انقلاب، هي ما كتحبه انقلاب برا نحي. هذه مش فاهمين حركة النهضة معناها، ولا انا الارتباك اللي نشوف فيه عندهم معناها، ولا شنو معناها استهتاء. تحبوا انقلاب معناها تحب ترجع قبل. انا ما يهمنيش او شو اللي يهمني انا، المسألة راهي ماهيش في دعم قيس سعيد من عدمه. ثم في تونس مشكل اعمق جدا، هات نشوفوا نحن وين نحبوا نوصلوا. كان تسأل اي مواطن توصل تقول وين تحب توصل، يقول لك انا اخويا نحب نوصل كيما الدولة متطورة، نحب نروح كي هولندا، نحب نروح كي سويسرا، نحب نروح كي كندا، نحب نروح نعيش في دولة باهية متطورة. الدول المتطورة ذي شو مواصفات متاح؟ هذوما جاءوا جمعوا ما بين ما يتسمى كونية حقوق الإنسان، ما جزؤوش، فما المدنية والسياسية، فما الاقتصادية والاجتماعية، خدموا عليهم الكل مع بعضهم في سلة واحدة. احنا شنو عايشين؟ عشنا في الدكتاتورية مع بورقيبة وبن علي، يقول لك نعطيك الحقوق الاقتصادية نتاعك ونفك لك المدنية والسياسية، يجي قايدك برا سيدي كلوا واشربوا، اطول نعمل لكم سبيطارات، اطول نعمل لكم مدارس، اطول نعمل لكم كذا وعيشوا، اما حقوقكم السياسيه والمدنيه نحيها لك، ما يتكلم حتى حد ولا يتكلم يشد الحبس وكذا. جينا بعد الثوره شعملنا؟ ولينا نقايضوا في الناس بالحقوق المدنيه والسياسيه، اتكلم على روحك واكتب على روحك في الفيسبوك والظهر واعمل حزب واعمل جمعيه واعمل كذا، اما نحي لك حقوقك الاقتصاديه والاجتماعيه. هذا ما يستويش. اليوم اذا كان ثم معركه هي معركه الجمع ما بيناتهم الزوز، نجمع لك انا كمواطن كنا ولا 9 شهور وكنا جبتنا مرعى وكنا كيف كيف، يا تتمتع الناس بحقوقها الكل مدنية واقتصادية واجتماعية وسياسية، يا مش يبقى دولة منقوصة، يبقى فما ناس مقصيين يعاني. احنا شو نقولوا؟ نقولوا هات نحاولوا الفرصة هذه للجمع ما بين الحقوق المدنية والسياسية، شنو نقصدوا بها؟ لا تراجع الحقوق والحريات والديمقراطية، هات نجمعوا معهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هاتوا نردوا العباد كرامتهم اليومية. هذا هو التحدي. نحكيو على صدمة النهضة بعد الصدمة العزلة. اليوم المجلس حسب مخلوف وحسب بعض القياديين في حركة النهضة منعقد عن بعد، انتم مقاطعين أشغاله تماما. خلينا نذكر ما بيوسع النهضة أن تفعل وما مصير الغنوشي سي مبروك كرشيد. لا يعني شوف، أنا ما بيوسع النهضة اش تعمل، نتجم جواب علي النهضة أنا من أما أنا في تقديري ماذا بيوسعنا نحن أن نفعل. واضح احنا كقوة وطنية كان سن منو انا شخصيا يعني رايي هذا معناه وتعرف ممكن جيت بحداك وتحدثت فيه معك. يا اخي انتم تحركوا كقوى وطنيه وين تشوف فيها القوى الوطنيه؟ يا اخي راهو الشعب التونسي خرج في 25 جويليا قال انه راهو ما فماش قوى وطنيه، وذاك علاش خرجنا. مش بالضبط يعني. لا مش بالضبط يعني. كقوى وطنيه ايش معناها؟ قاع تنسيق ما بين برشا ناس باهيه في البلاد، واذا كان كنا مجزئين ومقسمين مش معناها نبقى راهو مقسمين ومجزئين. سفيان وراهو في اخر المطاف من نجموش وخرج الشارع الله يبارك، ونحترم الشارع، وانا واحد من الناس ممكن جيت بحذاكم ولا غيرك قلت انا انسان خروج الشارع يوم 25 جويلية فقدت التباعد على الجانب الصحي، ولكن انا اعمى ان الشارع يضغط لتغيير البوسطه لانه ما عادش محل وصلنا لاخر نفق. بالتالي كنت نتحدث على القوى الوطنيه، راه حتى الشارع ما ضمن القوى الوطنيه، راه الشارع يؤثر على القرارات السياسيه، راه يعدل البوسطه ايش بيه الشارع جزء من الحل. الشارع انت ممنوع من السفر سي مبروك كرشيد على خاطرك وزير سابق؟ لا باليش، منع السفر عنده اجراءات قانونيه، علاش يمنعوا فيه؟ انا اولا مانيش مسافر قاعد هنا،
قاعد في البلاد وعندي عام ونص ما خرجتش ومش ناوي نخرج زاد عام اخر ولا عام ونص كان حب ربي انا قاعدين للبلاد ونعملوا ما في وسعنا وما نهبطوش ايدينا. وثانيا منع السفر عندي شرائط يا اخي. انا جاي نواصل معكم الحديث فاصل صغير وقصير ونرجع مع حاتم المليكي ومبروك رشيد ضيوفنا في التغطية الخاصة على اي اف ام. اهلا وسهلا بكم اوائل تكابري على اي اف ام احلى راديو. مضي ساعتين وثمانية وعشرين دقيقة. مبروك كرشيد حاتم المليكي ضيوفنا النواب في البرلمان المجمد. السؤال اليوم، أنتم مع حل البرلمان بعد خطوة تجميده؟ سي حاتم أزر، أنا مع جملة من الإجراءات نسموها خارج الطريق نسموها كذا يكون فيها أول حاجة وضوح في الرؤية تتفق عليها العباد، ثانيا قادرة باش تنقذ البلاد. ونرجع لك ديما للموضوع، راه في الأخر بالكل نجمو نعمل برشا سياسة، وإذا كانت تزايد عدد الوفيات في الكوفيد، وإذا كان نحصلوا في المالية العمومية، وإذا كان نتعدوا الكلوب باريس، وإذا كان الشهريات ما تتصبش، وإذا كان الفقر يزيد والتدين يزيد، ما سلكنا حتى شيء. إحنا مش كنا في تونس الكل ديما من اللي بناء بورقيبة الدولة التونسية أقرب للجوريديزم منها الحاجة أخرى، ديما باللوجيك متاع المؤسسات، وكأنه كي تكتب قانون الواقع يتبدل، وكأنه كي تعمل مؤسسة تتغير الأوضاع. أنا خارج من مدرسة أخرى، مدرسة أنه القوانين تعبر على إرادة الشعوب، القوانين تفعل واقع الناس طالبته، المؤسسات عندها وظائف، مش مؤسسة وكهو، ضد البيروقراطية، ضد الشكليات، ضد الإجراءات اللي ما تعطي حتى شيء، ضد السياسة اللي ما تنفعش العباد. دونك أنا بالنسبة لي تحل البرلمان وتجري انتخابات وقادر باش تعمل استفتاء عن النظام السياسي وتغير النظام الانتخابي، نقول لك اوكي نمشي باي، خاطر نشوف في البور تاع الحل وين تحب تمشي له. وهذا كنت طلبت به، راهو تعليق اعمال البرلمان عن 9 شهور نقول فيه الانتخابات السابقه لاوانها، قلت راهو كان نعمل انتخابات في 22 عندنا ريسك نتاع تمويل ميزانيه، كان نعملوها في 24 عندنا ريسك نتاع انهيار نتاع الدوله، ثبتوا روحنا اش نحبوا نعمل. مساله حل البرلمان من عدمه انا ماهيش بالنسبه لي مساله سياسيه، كي نتفقوا على الرؤيه ونحبوا نمشوا انا جو سوي توت افي داكور. مساله اجرائيه بسيطه مش مقاربه اخرى ممكن للسيد مبروك كرشيد، علاش ليه تم تعليق الدستور ونخدمه بدستور 59 وطبعا رئيس الجمهورية يمر مباشرة للاستفتاء؟ شوف المنجل في القلة حاصل، تعرفوش علاش توا عنده 6 سنوات أو 7 سنوات؟ لأن عندنا دستور مفخخ، من كتبه غبي، من كتبه مش ما قولش من صوت عليه، أما من كتبه غبي. وهذا الدستور المفخخ أدى بينا في كل محطة دستورية إلى مطبات. إذا كان بعد شهر ونص ولا شهرين نرجع بهذا الدستور نقولك يا خيبة المسعى من الآن. إذن القوة الناشطة والعاقلة سواء كانت في رئاسة الجمهورية أو غيرها يجب الدفع إلى تغيير وضعية هذا الدستور الذي لا يلبي احتياجات التونسيين، قسم السلطة وجعلها سلطة ضعيفة وأنهى الدولة بهذه الطريقة المأساوية. تغيير نظام الحكم، فما تغيير القانون الانتخابي، نظام الحكم، القانون الانتخابي، تنظيم الدولة أيضا في مستوى الأحزاب والجمعيات، الجمعيات التي تدفق عليها الأموال من الخارج وأفسدت الحياة السياسية في تونس نسيتوها. راه فما جمعيات استقرت منذ 2011 في تونس وضخت، وهذا هو الفساد الأكبر. سمحني هوني تخزر السحات من المليكي لأنه على قلب تونس، وقلب تونس فتحوا ضده تحقيق على التمويل الأجنبي الغير مشروع. لا ما خسرتلوش أنا حتى، انت شو مال ما احنا غزرنا انا ما كنتش ليه ما تنجاوبكم تفضل انا خلي نكمل فكرتي بقى كمل فكرته وتنجاوبكم. اذا انا بالنسبه لي انا كل هذا الوضع يجب انه اعاده تنظيم الدوله. اذا كان ما نستفيدوش، انا قلت من بكري احنا في مفترق، هذا المفترق يجب ان يؤدي الى سبيل النجاح، ما يؤديش الى سبيل الفشل، وما يقعش التحير على الشعب التونسي لا باسم الديمقراطيه ولا باسم الماضي ولا باسم غيره. لابد ان السبيل الوحيد الذي يذهب اليه التونسيون هو النجاح، ومستعدين التونسيين يضحوا. اذا يا اما يكون عبر تعليق هذا الدستور كريمه، احنا دخلنا في نسق سياسي، يقع اجتماع من طرف المنظمات، من طرف الهيئات، من طرف غيرها، يقولوا علقوا الدستور ونعتبر الدستور 59 مادة للمستقبل. او الحل الثاني يدرج مشروع والبرلمان يعود الى العمل، والمهمة الاولى للبرلمان يقع الاتفاق عليها قبل العودة العمل الى عمله الاعتيادي هو عرض تنقيح الدستور، ويقع بالاتفاق المسبق بنقاط تحوير هذا الدستور ونمشي الانتخابات برلمانية
في اقرب الاجال لانه ما عادش ممكن واصلوا بالبرلمان هذا في كل الاحوال. تشريعيه لا رئاسيه، ما فهمش علاش يعني رئاسيه، ليش متفقوا فيها؟ مش مشكله، مش هدره. اما رئاسيه تو محسومه العرك الرئاسيه، علاش تعملوا فيها؟ وظهر لي بالدوره الاولى زاد. سي حاتم المليكي، تعرف انا الحكايه هذه ذكرني بالصفازه صارت في الكومبيوس قبل. ثم واحد يتيجون جاء العام الاولاني، جاب الساك نتاعو مشى للفوي، ما لقاش اسمه موجود في الفوي، طلع للكومبيوس يلقى جماعه المناضلين الوطنيين كذا والثوريين، حكى الحكايه قالوا له مشكلتك سهله، مسكين يكون عنده شي تفتوفه تاع فلوس، تخلي البيفوت شريك زوز وشيخ ومشكلته محلوله، عنده مشي بيت في الليل، كملوش يا جماعه حجره سقراط وهابطه العباد ومروحه على روح، مشى ويجري مسكين. قال لهم ايه والفوي؟ قالوا له ما عندكش حتى مشكله، نهار تقوم الثوره حقوق الناس كل تسترجع. هذا واش عاملين احنا في تونس؟ نحن تو مش نعاودوا عنا 10 سنين نقولوا رانا غلطنا في المسار، فاش غلطنا؟ غلطنا في عوض نجموا الحقوق نتاع المواطنين الاقتصاديه والاجتماعيه، بعد 10 سنين فقنا اتخذنا في الحقوق نتاع المواطنين، تو قاعدين نغلطوا في نفس الغلطه. نحبوا نعاودوا نركبوا الحقوق السياسيه والنظام السياسي والحديث على السياسي، يلزم يمشوا باراليل. التوانسه اللي خرجوا كالنهار لا مشكلته لا نظام انتخابي ولا مشكلته لا نظام سياسي ولا محزنون، هذاك نحن دورنا كسياسيين باش نتناقشوا فيه ونتحدثوا فيه. اذا ما نجمعوش ما بين المسارات الزوز، اذا اليوم ما تنطلقش عمليه تاع حكومه تسترجع الثقه وتخدم على الملفات. انا اكثر حاجه تعجبني في اللي قالوا قاسيد شنو هو؟ او فكره الرئيسي الجمع في توحيد القياده على مستوى السلطه التنفيذيه. عنا سنين ونحن نقولوا راهو لو سيستيم هذا بيسفال في وسط السلطه التنفيذيه بيده. تصور انت في اي اف ام عندك زوز بيديجيت كيفاش تخدم؟ انا نسالكم كيفاش وضعيه الولايات التوانسه والمعتمدين برو اسالوه بقعدوا معاه، لا يفهم لا عرفوا وزير الداخليه لا رئيس الحكومه لا النهضه لا عرفوا رئيس الجمهوريه، قاعد يرضي في الناس الكل وما يرضي في حتى حد وحابس وقاعد يتفرج. وليتنا معتمدينا ومديرينا العامين ما عادش ينجموا يخدموا، الدوله لا تقدم وظائف للمجتمع. تونس علاش فدوا؟ فدوا لانه حوايج بسيطه وصغيره، حريق او نحكي لك توا سيدي، هاي سيدي هاول الارهابيين قطعوا بالحراك في غير دماغ، عندهم اربع ايام حرقوا جراد وحرقوا سقيت سيدي يوسف اربع جبال كل قلوب عظم، تو مشوا تعدوا للجهه نتاع الطويرف وطلعوا من الطويرف وانا ماشيين لوحده، والدوله التونسيه ما كانتش تسمح بهذا. ناضش عملت لنا نحن؟ ناضش بركت لنا الدوله التونسيه، اصبحت الدوله استخباراتيا غير قادره ترتع فيها المخابرات، ماليا غير قادره عطت رقبتها للوحده، اداريا وظيفيا الدوله التونسيه اصبحت غير قادره. اذا كان عندنا معركه باش نعملوها، المعركه هي اولا استعاده الدوله واجهزتها خدمتها وظائف. تقول انت الارهابيين قطعونا بالحرائق؟ قطعونا بالحرائق، عندهم اربع ايام وهم الجبال قاعده تتحرق. انا نهار لحد وقت اللي هم العباد هذا ثلاثة سوايع في الليل مع جماعه الحمايه وجماعه الغابات على جرادو على كي تخرج المواطنين ما تخرجش، الناس تقول لك ما نجمش نخرج وخلي داري ورزقي هذاكش عندي انا طرف الصابه لميتها، والناس تقول الاخرين يقول لك يا ودي الحرائق قاعده تقرب للديار، فما وليالي الناس ساهره تو برا شوفوا تلقوا الحرائق وصلت لغار ديماو في غار ديماو راهو للديار وصلت وحرقت اي وصلت للديار وتذكر على الكاس حتى من هو جبل ساقط سيدي يوسف وبعد مشاو للطويرف وبعد طلعوا لغار ديماو. احنا التونسي شاف نهار العيد الدوله اللي كانت ببساطه نجم تلقح ل 30,000 واحد كيفاش عجزت وزارة الداخلية، وزارة الداخلية ما يأمنش عملية التلقيح، الدولة بدت تضعف وتنهار. هذيك اللي مقلق الناس التونسية، كان باش تجي نقولوا له نحن توا السياسيين، باش نقولوا له اسمع راهو مش ندرسوا النظام السياسي والانتخابي ونعدلوا كذا كذا، باش يقول لك انا الماركة هذه ما عادش نحب نشوفها خلاص أنا. بكل صراحة ووضوح، رئيس قيس سعيد ايش قال؟ قال سأتولى مهام التنظيف والتطهير وإعادة بلورة المنظومة السياسية أكثر وباش نسمي حكومة باش تعنى بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الصحية في الفترة هذه. سي مبروك كرشيد من على رأس هذه الحكومة؟ خلينا نكون واضحين سي مبروك. فما حديث أنا ما نقبلوش، حكاية مبارك ومش مبارك هذا حكي على روحي مش عليك أنت، تعرف الانتخاب الغنوشي يعرف روحه. حكي على روحي الانتخاب الغنوشي رئيس البرلمان يعرف روحه شنو واضح وني خزرت له. كان رئيس كتله قلب تونس واحنا نعارضه في الغنوشي واقفين وهو صوت له، اللي كان مع حكومه الجملي يعرف روحه شنو. اما جي انا ناقش فكره معاكم هنا باحترام ونقول تغيير النظام السياسي يقول الشعب يقول له مالك هذوما، هذا كلام تبع معقول؟ سي حاتم خلينا في حدود احترام شديد. تعرفني ديما في الاحترام. لا ما سامحني انت ماكش هنا باش تقدم دروس حاشاك سي مبروك. انا سامحني جيد باحترام. شو لغه المارك هذه واحد نتجاوزها، سمعنا ياسر كلام مش باهي حد، بالتالي انت بالذات نعتبرك هادئ وعقل وقاعد نسمعك. اما شنو تقول لك كلام هذاك؟ انا نقول لك على طبقة. لا 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 سامحني، اذا كان انت سيادتك توا قاعد تقول للناس اللي مش قابلين
اللي فما رئيس حكومة ورئيس جمهورية. وهذا أكثر حاجة عملها قيس سعيد، عملها شنية، هو أن واحد السلطة التنفيذية هذا شنو، هذا باب في الدستور يجب تغييره، يجب نرجع إلى نظام جديد فيه توحيد السلطة التنفيذية. كيفاش نعملوا هذا؟ لابد أن نغير الدستور. إذن تغيير الدستور اللي أنا طرحت الفكرة وقلت عليه أنت ما عجبتكش وقلت هذا كأنه إحنا لا أدي أول كلامي طبعا على كلامي مثالش مثالش مثال سيحات أول كلامي اسمع مني بالبيه يسمع اسمع منك وما قصيتش عليك أي أي نسمع منك حتى أنا ما قصيتش عليك ونرجع لك. إذن سيحاتم وغير الناس اللي تسمع فينا، إذا كان من حلوش المشكلة الكبرى لتونس وهو الدستور اللي عملته حركة النهضة والترويكا 2014 باش تولي أقلية بقيمة 15% تتحكم في تونس، هو شنو صاروا؟ هو عملوا لنا قوانين كبلوا بها مستقبل البلاد التونسية. وأنا هذا كنت ديما نقوله، نقول أكبر بلية صارت في تونس هو النظام السياسي وتنظيم الدولة. وقت اللي نعملوا دستور وقوانين انتخابية وقوانين سياسية 10 و12% يولوا هم يتحكموا في كامل المشهد السياسي، هذه ديكتاتورية الأقلية راهو مش ديمقراطية. بالتالي أول حاجة نبدأ بها في التصويب الحالي هو أن نعملوا نظام سياسي ناجح. إيش معناه نظام سياسي ناجح؟ معناها قادر أن ما يكون الشيه عركة ما بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ما يوليش رئيس البرلمان يعمل لنا في حاجة اسمها الدبلوماسية البرلمانية ويكلم في رئيس تركيا ويتصل فهمتني ولا على القاعدة في ليبيا، ما يوليش عندنا والي ينجم رئيس جمهورية يجيه رئيس بلدية يقول له ما تدخلش البلدية متاعي، هذا كله تنظيم الدولة. ما يوليش عندنا قضاء ما نعرفوش عليه وين ماشي، ما يوليش عندنا برلمان أقليات تلاعب في البرلمان، هذه كله كيفاش نعملوه؟ نعملوه بالحديثة، نعطوا الفرد يعمل كل شيء بالنصوص التشريعية بالنصوص. إذا كان ما ننطلقوش الآن في نقاش جدي ورئيس الجمهورية يعمل لجنة لإعادة صياغة الحياة السياسية في تونس. آه نقطة هامة مهنتي خلي كمل خلي كمل تفضل. وأنه المنظمات والقوى اللي نعتبروها حية حتى كان مش موجودة تجي تشارك وتحط إيدها في السوق، ونتفقوا على أن نمشوا في 3-4 شهور إلى تغيير هذا الوضع البائس للتونسيين. الصحة علاش ما وصلناش اليوم؟ قريت ما تقرير البنك الدولي على قديش سلموا تونس من 100 مليون 400 مليون دولار، أي 400 1200 مليار. تعرف احنا استحقاقاتنا قديش يا حاتم من للكوفيد باش نشروا التلقيح ما يجوش نص المبلغ هذا، اقل ثلث وما عملناش. علاش هذا كله؟ لأنه لا توجد دولة، انهارت الدولة. أكبر ما فعله الدستور 2014 هو أنه قضى على الدولة، حولها إلى جزر، حولها إلى كانتونات، حولها إلى لوبيات. هذا إذا كان من ننهوش بهذه المناسبة هذه ونتجه إلى توحيد الدولة انتهى الأمر. سفيان بن حميد عفو، وذكا هي المشكلة توا. المشكلة أنكم تحكيوا في خطاب باقي نعود ونرجع السياسيين بين بعضهم، لكن الشارع التونسي المواطن التونسي اللي يعيش في العظم متاعه انه ما فماش فاكسان، اللي عنده في عائلته شكون يموت بالكوفيد، اللي ما يزوش يموت، اللي جيعان واللي بطال واللي عليها ومن غير شعبوية نقوله الكلام ذي. الشارع التونسي هذا مشكلته حياتية يومية ما يراهاش في نقاشات السياسيين، في خطابات السياسيين، في ممارسات السياسيين حتى، وفي قرارات السياسيين ممثلين في البرلمان وفي الحكومة. دونك هذاك اللي خلى أنه نهار 25 جويلية أغلبية السياسيين قالوا له لا ما تخرج، هو قال لهم سامحني منكم راني أنا خارج، فما ده راني خارج باش ندد بالمنظومة. اليوم ما نتخبيوش التعويضات كانت القطرة التي أفاضت كأس التونسيين. هي بانا شو نقول لك سي مبروك، توا أنت متخبي وراء حزب قيد التكوين. ليه؟ لكن اللي خرجوا راهم خرجوا ضد المنظومة كاملة، مشاو للحركة النهضة، مقرات حركة النهضة لأن هي الحزب الأكبر. كيف مشاو للتجمع قبل؟ واللي كيف مشاو للتجمع قبل؟ يعطيك الصحة. عنده مسؤولية. فهمت؟ حملوا المسؤولية. لكن هم حملوا المسؤولية المنظومة كاملة بما فيها الأحزاب الصغيرة واللي خارجة على الحكم، والأحزاب اللي في المعارضة، لأن ما تنساوش أنه في سليانة مشاو لمقر الحزب الدستوري الحر. والكل اعتبروكم منظومة، هما ما عادش عندهم ثقة فيكم.
لا شوف لا شوف لا شو نسمعك بالباهي ونفهمك. المنظومة انهارت، مش هم مش 25 جويلة قالت المنظومة انهارت. شخصيا أنا قلت المنظومة هذه منهارة وغير ناجعة، وحتى هنا في اف ام أكثر من عام ونصف أنا وأنت سفيان بالذات أنا معاك وقلت أكثر مرة هذه منظومة لا تصلح ولا تصلح، وهذه المنظومة يجب أن تنتهي، ودعينا إلى تغيير. هذا قلناه باستمرار. يبقى الشعب حس بالملموس وقت إيش؟ وقت لتعلق الأمر بسلامة الأبدان ووقفته، وقت للإنسان يبقى أنه خرجين 20,000 جنازة في تونس، فهموا أن هذه المنظومة فاسدة. جيد، الآن كيف الهبة الشعبية؟ الشعب مش بشاب قديمة في الشارع. الشعب يا سفيان مش عارف تبعني ولا مش بشاب قديمة في الشارع. كيف يمكن، علاش قلت احنا في رومبوان، كيف يمكن توظيف الزخم الشعبي لأن ما نعودوش أخطاء الماضي؟ هذا أهم شيء. حجرة البناء في سفيان بغض النظر على أسامينا وأفراد، تونا أحكي لك على روعي، أما بغض النظر على الأفراد، نختم بهذه، بغض النظر على الأفراد يجب خلق منظومة ناجعة للحكم في تونس تحل مشاكل التونسيين، وهذا هو المطلوب في المرحلة هذه. حاتم المليكي، المقاربة متاعك تقول أنت براغماتية عملية ميدانية ملموسة واضحة سهلة، سيئة الشعب سهل هيلنا يلا نمر هيت نتعديه. شنو المرحلة القادمة؟ شنو تخفي؟ انا عندي الارقام ما تغلطش، راه ما نحكيوكش على ارقام تاع المؤشرات الاقتصاديه ولا هذيك، الناس كل تعرف وقت لي 70% في صبر اراء يقول لك انا الاحزاب الكل هذوما ما حشتش بهم. هذه اول مره نوصلها في تونس في نتائج صبر اراء في 10 سنين. 93% في اخر سونداج يقولوا لك تونس ماشيه في الطريق الغلط. 93% ايش معناها؟ راه معناها اجمع الناس الكل، اجمع الناس الكل اجمعت ان البلاد هذه ماشيه في الطريق الغلط. 90% لا يثقون في مجلس نواب الشعب. يفو تترو بيتو تتو باش واحد يبقى شد صحيح يخمم بطريقه اخرى. هاو الارقام قالوه لك، قال لك راو انا مشكلي ماهوش سياسي كما تتصوروه انتم، في اولوياتي انا صحتي والبطاله والفقر والاقتصاد، هاتوا قالوا لي حل بالنسبه للشيء هذا. انتم باش تغلفوها وباش تلقوا لها حل اموركم هذوكم تتفقوا فيهم. انتم قداش في الكل؟ 217 نائب، 40 وزير، 50 مستشار، 24 والي رئيس، مع شويه تجوش الكل في بعضكم 3000 4000. نحن 12 مليون تسمعونا، نحن تحبوا تعملوا ديمقراطية سمعونا، نحن مش تعملوا ديمقراطية، نحن 12 مليون نبقوا نتبعوا فيكم انتم 3000 تضربوا بالبوني وعايشين غاديك. هات حلي الشانتي الوحيد اللي توا ينجم ما يخسرك سيادتك الوطنية، خاطر راهي مهدة، مهدة بالظرف المالي اللي انت موجود فيه، مهدة بالعرك متاع السياسيين والفوضى والاقتتال يدعو له فيه، مهدة سيادتك الوطنية. ثانيا شعبك مهدد، مهدد بالكوفيد ومهدد بالبطالة ومهدد بالفقر ومهدد بالمجاعة. خرجني أنا من وشعبك مهدد بالإرهاب، خرجني أنا الساعة من الوضعية هذه، رجع لي دولة فونكسيونال. احنا خدمتنا شنو؟ حماة الحريات والحقوق والديمقراطية، ما نخلوش حتى واحد ينفرد بالسلطة، حماة انه المنظومة المكاسب متاع الثورة هذه متاع الديمقراطية نخلوها موجودين. لكن الوظيفة الأساسية طبعا احنا مشينا صبينا عند الدولة 50,000 مليار عطيناها ميزانية، وعطيناها 680,000 موظف عمومي باش يخدموا على ذمته. هذوما الكل مش خرجوا منهم حاجه، لازم نخرجوا منهم شويه نقل وطرقات ومصانع وناس تخدم على روح. اعطيني الساعه، رجع لي الوظائف الاساسيه للدوله التونسيه، طمني على حياه الناس والمستشفيات والكوفيد والرعايه الصحيه نتاعهم، طمني على دخول الذري في المكتب في سبتمبر، طمني على مؤسسات الدوله ترجع تخدم، اعطيني حكومه واعطيني استقرار واعطيني فيزافي للخارج وابدا اخدم، خليني نخرج انا من الوحده هذه. سعيد قادر باش يعمل باش يعطي تطمينات هذه للتوانسه اليوم ولا؟ أنا نطلب منه الأول حاجة الإسراع في تشكيل حكومة تحظى بثقة التونسيين، ترجعهم الثقة، ترجع لهم الثقة، خاطر فيها عدم ذلك راه فيها شفاهم البرة، البرة شو باش يقول لك؟ يقول لك أمور داخلية هنتفرجوا فيكم، أما ما تجينيش بعد شهر تقول لي فلست وما عنديش فلوس، ما تجينيش بعد شهر تقول لي ولات حرب أهلية وعندي انفجار اجتماعي، ما تجيش بعد شهر تقول لي راهو التوانسة ولوا يتقاتلوا، ما تضيعش سيادتك الوطنية. أنا علاش نقول الكلام هذا؟ يا ولادي راهو فما حاجات نجموا أولويات في البلاد هذه، اللي سيادتنا الوطنية أصبحت مهددة، مهددة بفعل التدين، مهددة بالكوفيد، مهددة بالفقر، ومهددة بالظروف الاقتصادية اللي عايشين. حاتم المليكي، كلام قد يكون معقول تماما، فقط حاجة ممكن نسيتها ولا تنسيتها، هي المحاسبة. باهي، الشعب اليوم طالب بالوضوح الكامل والتام، انا اعطيني المحاسبه اليوم في 217 نبداو به مقارب الشعب، نعرفوا اللي فما فوق 30 نائب عنده ملفات وفما اللي فيهم احكام صادره وبات. مقاربتي انا في محاربه الفساد ديما كنت نقول فيها ونختلف بها مع برشا بات، ثم ناس تهز محاربه الفساد الى محاربه الفاسدين، وثم اللي يهزها الى محاربه الفساد بيدو. انا شنو نقول؟ نقول راهو عباره انت عندك حشاك ناموس دخلك للدار،
انت مخلي الشباك محلول يدخل منه الناموس وشاد منشفه تضرب في الناموس تقتل انت ثلاثه يدخلوك 16. سكر الشباك ساعه. سكر الشباك شو معناها؟ معناها اضمن للدوله انه عندها اجراءات واضحه وشفافه وحاكمه باهيه تمنع الفاسدين من التواجد ولاحق الفاسدين اللي عندك موجودين. اما راك مش تشد ذومة وتخلي الباب محلول راهو مش عاد يخرج. خمعوا عملنا نحن ثور وما خرجنا الليسته خرج سي الباجي 104 من الناس وما صادر اموال العباد وما قال مش نتبعوا العباد قداش من فاسد دخل من بعد من الشباك خاطر ما سكرناش الشباك. اخدم على الزوز حاتم المليكي وانت عملي وبراغماتي كما قلنا عمليا توا حتى انا باش نسالك قلب تونس تحلت فيه اليوم تحل فيه بحث تحقيق من قبل النيابه العموميه انت كنت رئيس كتله قيادي عالي وسامي من مؤسسي بن ظفرين تعتبر ان قلب تونس خالف القانون بالتمويل الاجنبي الغير مشروع. انا شو نقول في قضيه اللوبينج اللي موجوده يلزم القضاء التونسي يخدم خدمته على روحه خلوه يخدم خدمته على روحه وانا ادعوه انه يخدم وما مقلقني حتى شيء انه القضيه هذيك تتجبد. جوني اوكارومار اسسته خرجت منه بعد اشهر كنت رئيس الكتله نتاعو اختلفنا في التوجه السياسي نتاعو وما عندي حتى اشكال بارابور سا هو والنهضه والاحزاب الاخرين ولحن. اما هاو شنو نطالب به هنا هات نحيو السكيزوفريني في تونس ما نعملوش سيستم نتاع غدوه نجدو نحصلوا فيه. هاتوا نعطيك اكزامبل تو ثم واحد مصدق اللي فما وزير يعيش ب 4 ملايين ونص في البلاد ثم واحد مصدق اللي الولايات عايشين بالشهريه نتاعهم اللي يعملوا فيها ثم واحد مصدق اللي النواب ينجموا يعيشوا بالملح اللي يعطولهم فيها مش عايشين ثم شو واحد فما واحد مش عايشين عايشين بخدمتنا القديم خدمتنا القديمه نخدموا بها وثم واحد يصدق اللي الحملات الانتخابيه تتعمل بال هذوما النواب بيخدموا خدمهم الاخرين استاذ تعملها انت ناشط في المجتمع المدني اوكي ايه؟ لكن الوزراء والولايات كلهم يعيشوا بسيستم المنافع كلهم يعيشوا بالسيستم نتاع المنافع يزوم الكذب ما نكذبوش على ارواحنا. احنا عندنا وضعيه نتاع في تونس اللي قاعدين نخلقوا فيها اللي هو نخلقوا وضعيات مستحيله ومن بعد نجوا نلوموا كيفاش تصير يدخل لنا الفساد. الفساد داخل لنا من منظومه هذه تقول التمويل اذا للحملات وللاحزاب السقف واطي جدا لازم نعليه فيه باش نمنعوا الفساد والسكيزوفرين. سي مبروك تسالت شكون هم اللي يخلصوا 4 ونص وما مش مكفاهم ومنين يستمع خلينا نحب نوضح وجهتنا. انت كنت وزير بس انا كنت محامي انت محامي الاستاذ طبعا طبعا 30 عام محامي طبعا اسمعني شوف انا ما تاخذنيش اكزامبل واضح علاش لاني انا 30 عام محامي من اشهر محامي تونس ونخدموا الحمد لله وصورنا ولي ريزيرف بقينا عامين ونص في الوزاره لي ريزيرف اللي عندنا صرفنا والحمد لله واسترنا ربي لان محاماه مهنه تستر واليوم انا محامي بالربا نتاعي الرافع في القضايا ونهبط للمحاكم ونوب في الناس ونخلص على الناس. انا ما هذه خدمتي انا ما نحكوش عليها انا نحكوا على المنظومه منظومه بالضبط. اولا انا نحب نوضح اللي لان تو الناس تنسى وكانه الحديث على النواب والفساد داخل النواب حاجه انا شخصيا كنت يوم 28 ماي 2011 وجهت رساله وقتها قبل ان استقيل من مكتب المجلس الى وزيره العدل قلت لها اعطيني شكون عندك والرساله موجوده وطلعت عليها وقتها تذكرها بالبي ولكن الحقيقه ما جاوبتش وبقيت عملت تذكير اول وتذكير ثاني قبل ان استقيل بعد ما نستقيل ما عادش عندي الصفه ما يهمنيش يعني هذا فما لغز حول هذا الموضوع. هذا اللغز خلى الاشاعات تكثر واحد يقول 25 واحد يقول 50 واحد يقول النواب الكل والحقيقه انصف حاجه للنواب نضاف اني نعرف شكون تعلقت بهم قضايا باش احنا زادة عندنا وليدات وعندنا عائلات وعندنا اهلنا وعندنا سمعتنا تو النائب وكان بعد قرار تاع 25 كيدور في الشارع ربما ما يلقى روحه في حرج. ليش؟ لان ما عندناش كشف حقيقي لما يقع. بالتالي حتى الناس تعرف الغث من السمين والطيب من الخبيث يجب ان تكون عندنا قائمه واضحه في الناس اللي هم محل تتبعات. وهذه ظهر وهذا طلب نتاعي دعوه واضحه وهو في المباشر للسيده حسنه بن سليمان وزيره العدل بالنيابه انها تقول لنا علاش ما جاوبتش على الرسائل. علاش ما جاوبتش؟ انا وجهت لك مكتوب انا وجهت لك مكتوب وبالضمير المهني الحي. جا جا شوف هو هو انا جا شكون وقت اين انت؟ انا جيت بصفتي لاني مكلف بالقضاء والهيئه الدستوريه جيت طلبت انا من الاسباب اللي خلتني اني ما عادش انه مع رساله وجهها انت ما عادش يجاوبوك عليها. العمل داخل المكتب ما عادش شم امكانيه لايجاد. المساله الثانيه الفساد هو منظومات في تونس وانا اقول لك اليوم انا استبشرت مهمش انا اني موجود راه وعملت في الوزاره وعملت في غيره وقت تحل ملف الهيئه الحقيقه والكرامه راه هذا خلينا نقولوه راه من اكبر الملفات
التي يجب أن تفتح في تونس ويعرف فيها المواطن التونسي. أنا شخصيا تعرف وقت كنت وزير ما هي الخلافات التي وقعت مع هيئة الحقيقة والكرامة ومسألة التعويض 3000 مليار اللي أنا تحدثت عليهم بكري ونتحدث عليهم العميد المعفى سي عبد الرزاق الكيلاني البارح اللي يعفي من رئاسة الجمهورية وقال فما 3000 مليار تقديرات. شكون حكم ب 3000 مليارات؟ 3000 مليار من خزينة الدولة التونسية ومن أموال دافعي ضرائب التونسية لفئات أفراد فيهم أوراق مدلسة، فيهم ناس مش موجودة فيهم هذايا. أيضا قضية البنك الفرنسي التونسي يلزم أن تعود إلى الواجهة. رأي هذه القضية العمومية فتحت في هيئة الحقيقة والكرامة، أي هيئة الحقيقة والكرامة في النقطتين هذ في النقطتين هذوما. فما نقطة أيضا، تصوروا أن أنا مش ضد الأشخاص اللي في الحبس ربي يسيبه، ولكن أنه نعمل قرارات صلح مع أفراد رجعوا لهم ممتلكاتهم اللي صدرتها الدولة بقيمة أعلى من الحكم اللي حكمناه. راه فما وضعيات، هذا ملف كبير في تونس. هذا الملف إذا وهذا ملف شوه تاريخ تونس الحديث وخلى الناس مش راضية وخلى أزمة. بالتالي هذا الموضوع متاع الملفات الكبرى، وكل واحد أنا شخصيا أنا قلت برشا مرات وممكن بحذاكم وحتى في البرلمان، الحصانة لا تعني لي شيئا، الحصانة لا تعني لي شيئا، ما يعنيني هو أفعالي. سيد مبروك كرشيد، لنختم معكم مع سي حاتم المليكي في بعض الدقائق في ملامح المرحلة هذه اللي عايشينها والمرحلة القادمة. تحدثنا ممكن على الصيغة، على الطريقة المنهجية الآلية اللي قد ينتهجها رئيس الجمهورية لتنقيح وإصلاح الأوضاع السياسية. هيد نمشيو الأمور العملية، الحكومة حكومة مصغرة، من اللي يترأس الحكومة، المحاسبة كيف كيف خنوصلوا فيها. لكن قبل، شكون سي حاتم مرشح اليوم ولا مرجح اسمه باش يكون على رأس الحكومة؟ خاصة بربي كيفاش تفسروا كيفاش تقرأوا أنه بعد أكثر من 72 ساعة ما يتمش الإعلان على اسم رئيس الحكومة. أنا نعطيك أنا كيفاش لقيت وفهمت الوضعية. خاطر احنا اللي تقول في سفيان كان يكون صحيح لو كان مازلنا في السيركوي متاع يكلف شخص وشخص يعمل مشاورات ويختار الكابينة متاعه. دونك تولي اللوجيكا هذيك الناس كل تستنى في رئيس حكومة. أنا اللي فهمته أنه من ستولى فعليا إدارة شؤون البلاد هو رئيس الجمهورية في الفترة القادمة. دونك ما عادش نحكيه على رئيس حكومة، مش معناها ما عادش نحكيه وزير أول رأي بريس. اوكي دونك انا نتصور انه المساله توا مش حكومه برك، نحكيو على حكومه كامله، فريق حكومه ممكن نتفهم 72 ساعه في الاطار هذا، معناها انه ماهوش اختيار شخص بركه وينطلق في مشاورات، لا اعلان على حكومه كامله. باهي، انا المواصفات اللي نشوفها في الحكومه واللي نطلبها انا باش تتوفى، اولا انه حكومه قادره تسترجع ثقه المواطنين التوانسه فيهم سريعا. باش احنا توا في تونس ولينا مستحقين، سامحوني في الكلمة، نساء ورجال يحبوا تونس وفحولة وناوين يمنعوا البلاد. النوعية متاع هاو ايده مرابطها لفلان وهاو ياخذ بخاطر فلتان وهاو كذا وما نخلق لهمش مناطق نفوذ تقوى عليهم وتولي ولاءاتهم مشكوك فيها، لحد نعطونا فريق حكومي متحرر من كل الضغوطات، متحرر من كل اللوبيات. ماذا بينا عنده كارني دادريس؟ خاطر عندك اسماء سي حاتم، انت خش في الاسماء، مش انا ديما نناقش المبادئ الفكره العامه كذا. هشام المشيشي جاي من الاول قال باش نعمل حكومه اداريه ومستقله وناس تكنوكرات وباهي المنظار، اول واحد قلت له مبروك عليك، دخل في تحية نهار اللي عمل الاجتماع السري نتاعو وطلع بيع الطرح، قلت هذا ما يجيش رئيس حكومة. وانا ما عندي حتى مشكله باش ندعم شخص ومن بعد نقول لا، خاطر ندعم فكره ما ندعمش عباد. ما عندي ولا حتى حد. كرشيد في ملامح الحكومه القادمه، يعني شوف الحكومه القادمه نتفق في مع سي حاتم في المبدا، هو يجب ان تكون حكومه ناجحه، يعني يكون فيها كفاءات حقيقيه. تونس جربنا مئات الوزراء، اكثر دوله فيها وزراء توا هي تونس، على الاقل نخرجوا مشتله باهية تقود المرحلة ونهيئولها المناخ العام للعمل، بقل إضرابات بقل تجذبات، نمشوا إلى تغيير الوضع السياسي بعيد عنها، هي تهتم بالمعارك الكبرى اليومية للتوانسة اللي هي الكوفيد، القفة، المالية العمومية، إعادة النشاط في الإدارة التونسية، لأن الإدارة التونسية عندها عام ونص ما تخدمش، مش يروى جماعتين والثلاثة. هذه مهامها، وتمشي الناس إلى تغيير رئيس الجمهورية، افتح باب امل للتونسيين والتونسيات بكل اطيافهم، وندعو حتى الناس المعارضة تقول انقلاب الان انها تراجع افكارها وتذهب الى الامام الى المستقبل. تونس ضاعت، هاكم جربتوا فيها، هاكم جيتوا 10 سنين حكمتوا، شنو عملتوا؟ ضاعت تونس، وضياعها ناجم عن قوانين كبلتها وارادت ان تكون
تفخخ مستقبلها. نعود إلى نجاعة الحكم، إلى إعادة تنظيم الدولة، إلى بناء مستقبل تونس على قاعدة وطنية صحيحة. وهذاك علاش احنا نقوم بواجبنا بغض النظر عن يعني الإرادات اللي هي موجودة ولا التجيشات. ننتظر كلمة، خطاب أو إعلان لرئيس الجمهورية اليوم. سؤال هذا أنا شخصيا أعتقد أن الحكومة في 24 ساعة جاي وشخصيتها ستكون شخصية وطنية مشهود بكفاءتها في الجانب الاقتصادي. الاسم مروان العباسي. ما نعرفش. دعوة لكم بالله لمتابعة وضعية الحرائق في الشمال العربي. وهو كذلك سي حاتم، ودي قلت كلام هام جدا، الإرهابيين مقطعين حرائق. هذا وضع زادة حرج جدا اللي قاعدين نعيشوا فيه، خاصة في غرديما وحتى الديار تحرقت. شكرا سفيان بن حميدة ضيوفنا، شكرا سي حاتم المليكي، شكرا سي مبروك كرشيد، شكرا الكامل الفريق. سليم همامي اهلا وسهلا بك، سيد المعد احلام العبدلي، طبعا طارق الكحلاوي كما كان معنا قبيله شويه. نشكركم على حسن الانتباه والمتابعه سيد المستمعين.